استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السير صباح اليوم رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح محمد الغزالي والسادة أعضاء الجمعية، حيث عبروا له رعاه الله عن خالصة شكرهم وتقديرهم للسماح للجمعية وفريق المراقبة الدولي في متابعة انتخابات مجلس الأمة 2012 بشكل شفاف ونزيه، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في شأن متابعة إجراءات عملية. حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.